اليوم نحن في لقاء مع ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الملكي وضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن. الغرض من هذه اللقاءات هو أنه لتجويد العمل والرفع من جودة المحاضر المنجزة والأبحاث الجنائية المنجزة في احترام لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في قانون المسيرة الجنائية واحترام حقوق جميع الأشخاص المبحوث معهم. وقد سبق أن تم عقد مجموعة من اللقاءات أخرى خلال سنة 2023، بلغ عددها حوالي 10 لقاءات، 5 مع ضباط الشرطة من الدرك الملكي و5 مع ضباط الشرطة من الأمن، وهي كلها كانت لقاءات والحمد لله ناجحة. لمسنا هذا من خلال الأبحاث التي كلف بها الضباط القضائية، ومن خلال تنفيذ التعليمات الموجهة إليهم من خلال المساطر المحالة أو الشكايات المحالة لبحثها من طرفهم. تندرج هذه الدورة التكوينية الأولى برسم سنة 2024 بين النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بأكادير، القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، وولاية الأمن بأكادير، في إطار تنزيل التوصيات ومخرجات اللقاء الوطني واللقاءات الجهوية الخمس في كل من مدن من مدينة طنجة، الدار البيضاء، مراكش، أكادير والرباط، بين رئاسة النيابة العامة، مؤسسة الدرك الملكي وإدارة الأمن الوطني. وفي هذا السياق فإن مؤسسة الدرك الملكي تنخرط بكل مكوناتها وعلى جميع مستوياتها لتجويد العدالة الجنائية من خلال احترام الأجل المعقول لإنجاز الأبحاث الجنائية وتجويدها، ووضع رهن إشارة محاكم المملكة، خبرات المعاهد العلمية والتقنية التي تتوفر عليها، تعزيز الشفافية والنزاهة عبر التأطير والتخليق، حماية حقوق الإنسان، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. قضية تحقيق النجاح المنشود، ولا يخفى على الجميع أن المشرع أناطب النيابة العامة على مستوى المحاكم الابتدائية عدة تخصيصات ومهام متنوعة ومحددة في نصوص قانونية متفرقة